دلوقتي هقدم لكم طريقة عمل الفطير الصيامي. هحتاج معلقتين صغيرين سكر، نص معلقة ملح، معلقتين نشا، كوبايتين مية، كيلو دقيق اللي هو تقريبا 5 كوبايات دقيق، نص كيلو زيت او مارجرين. تمام، هجيب الدقيق والسكر والملح والنشا اضربهم في الخلاط، هضيف عليهم مية، هكون العجينة بتاعتي، هسيبها ترتاح شوية، هضيف الزيت او المارجرين تمام على العجينة، واجيب لوح افرد عليه العجينه بتاعتي وافردها. تمام، هقسمها نصين، هدهن النص الاول بالزيت والنص التاني بالزيت واقفلهم على بعض. تمام، بعد كده اسيبه احطه في صينيه في الفرن تكون متسخنه، اسيبه لحوالي ربع ساعه كده وندوقه وناكله بالهنا والشفا.